السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إبراهيم أو أي جي جيمر من قناة حمتو جيمر، حيا الله بالجميع. طيب أهلا بكم في الحلقة الجديدة من سلسلة وور جيم. طيب الحلقة اللي قبلها كانت أطول معركة في السلسلة إلى الآن، تقريبا حلقة كاملة 25 دقيقة كلها في المعركة في المنطقة هذه. طيب بنستكمل الاحداث، طبعا ما مدينا نسوي شيء ذحين لين ما امشي الدورة، حتى ما مدينا نعيد المعركة اللي تونا مسويها. طيب نمشي الدورة. اوكي يا ليل هجم على المنطقة ذي مرة ثانية. اما ما مدينا نحارب المعركة لان اصلا ما عندي نجمة، صح؟ هم عندهم نجمة، انا ما عندي جيش بدون نجم، ما في كوماندر، بتنسحب الوحدة الدايركت. رجعت هنا. طيب اوكي عندي 11 نقطة. سلاح الجو طيب هذه خليها. اوكي تعالي هذا هنا وذي تيجي هنا، خليني اصلح ذي. طيب نخش المعركة ذي مرة ثانية، نطردكم منها ان شاء الله. طيب حلو، شوف اول ما كنت احارب انه ما عندي نجم، الحين عندي النجم في المنطقة ذي، هم ما عندهم، هم بينسحبون الحين. سيطرنا على المنطقة. حلو قول جالي وحدة جديدة، حلو ما علينا. طيب عندي 7 نقاط، ما اظن نقدر نسوي شيء كثير، لكن هذا وش انت؟ اي خلينا نصلح الجيش اللي هنا. اوكي نسوي صيانة، وين الصيانة؟ لا لا هذه احسن. اوكي الان ما عندي ولا نقطة، صفر. طيب نمشي الدور ولا نهجم على وراء؟ والله يخاف ذول يهجمون هنا، فخلينا نتحصن شوية. والله منا ومنا هجم، يا ساتر. طيب سلاح الجو تعال هنا، وذا يجي برضو. لذا ايش القذيفة اللي عندهم؟ هذا اللي عندهم صاروخ الموجه على الدبابات، وذي هذا اللي عندهم القصف. هذا احسن، تعالوا. طيب الحين عندي 10 نقاط، هذا الصف الجديد الوحدات اللي جاء. طيب 20 نقطة، 10 نقاط، وحدات مشاة. لا وين؟ اوكي يجون ذول احطهم. يلا لا لا اي هذا المضادات الجوية، هات هات تعال تعال، ما عندي مضادات جوية هنا، خصوصا جايبين جيش كامل طيران. طيب اتوقع انهم بيهجمون علي. كوماندا طيب اوكي اوكي هجموا حتى على البحر، حلو حلو حلو. والله المعركة بتكون عليكم عالك. يلا الله يستر. اوكي الف وثمانين نقطة. اوكي هذا الكوماندر القائد، تعال هنا امشينا انت. ونجيب قائد، خلي هذا هنا مظبوط.
السفن تفيد مرة في حال يعني جاء هجوم على السواحل ولا زي كذا، يعني مرة تفيد. هذا لازم تكون في البحر. طيب أي جنود مشاة؟ أنا أوريكم. 1 2 أوكي، 3 3 يكفون. طيب هنا 1 2 3 حلو، هذا السنجر ممتاز، هذا يطيحون الطيران. اوكي انا بخليها حرب عصابات. لا اوريكم يا تعال هنا. اي اوكي طيب هذا رادار حلو، نجيب هنا واحد يكون ورا في حال جت طيارات القصف لهم تطيح طيارات حقتهم. سلام سلام. طيب لازم بما ان بنسيطر على المنطقة دي وبنحط لها دفاعات. يوه ما حطيت نجمة هنا، صح 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 وين النجمة؟ كذا نجمة هنا، مشكلة كلها غالي 120. طيب انا اقول لك مشان 1 2 هي الحين عندي 140. هي يجيب لي هذه، حطها في الاخير بعيد عن المعارك بعيد عن كل شيء. طيب الخطه بتكون كالتالي، نوقف الهجمات حقتنا وتجي منا ومنا، ونسوي هجوم مضاد يجي على المنطقه دي. هذا بنضحي بالمكان ذا، ما عندنا نقاط كفايه. طيب البحريه ذي هنا، البحرية ذي هنا، كلهم ينزلون. حلو تمركزوا. المضاد شغال، النقاط شغال. اي انزل ممتاز، 14 نقطة قاعد تزيد. حلو حلو. في عندي بحرية القصف، اي بدأت الهجمات من عندهم منه. هذا اللي يجون هنا شوية. رجال تراجع تراجع، ادخلوا حياكم ادخلوا، يلا شوف ايش بيجيكم. يا رجل ايش المطحنة اللي قاعد تصير دي؟ ارجع ذا هنا شوية. اوكي في واحد بيسوي تسلل، قال لك ذكي خش عليه. دبابات امسح. اي هذول هذول فين ال اذا اللي جنن هنا مشكلة الرشاشة دي ما فيها اي مقاومة. طب خليني اجيب دبابات، نجيب سلاح الدبابات هنا. والله شاك اخاف يجيبون شيء منه، خلينا نحط الدبابات هنا احتياط. وصل ال ايوه طيب نكسر المنطقة ذي، والاثنين ذول يكسروا المنطقة ذي أكثر، يجوا منا بشكل أكثر هم. سيارة وجوتهم جنود، ودع. نقطة ضعف الدبابات اللي دخلت في منطقة فيها جنود، والجنود معهم ار بي جي، شوف مسحوهم على طول. القصف شغال هنا،
حلو. الدبابة طلبتها اي هذه الدبابات. ايش اللي ضربها؟ اوف 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 اوف. اوكي ارسل النجمة هناك. اوكي المنطقة تتعدد. واحد اثنين ثلاث، واحد اثنين ثلاث. طيب عشان شت انتباههم بحاول يجيب نجمة لي تسيطر على المنطقة ذي. 103 شاشات. دمروا ذي دمروا ذي. ايش دمروها؟ دمروا الثاني. حلو على ذول. اسحبوا المدرعة ذي. ودعت ما مدى. دمرهم دمرهم دمرهم. ستة صواريخ بس عندهم او خمسة. دمروا ذا سريع سريع. يبغى له تعزيز سريع 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 سريع. اوكي 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 وقف 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 وقف. انزلوا. طيب واحد اثنين ثلاث اربع. واحد اثنين ثلاث اربع. اوكي واحد اثنين. طلعت تطلع كويس. اوكي دمرت المدرعة حقت اللي هنا. الله يجيشهم قوي. دمرت واحدة. واحد اثنين ثلاث اربع. يلا والله كل ذا قص. تعال من ورا عشان ما يشوفوا ما يخشون في مجالهم. خلي السين تيجي هنا. ايوه نتفتح السفينة. والله الجيوش. في جنود هنا قصف ولا صاروخ موجه؟ طاح صاروخ. يا اخي الواقعية اللي فيها عالية. غلقت
اختفى الهدف خلاص الصاروخ يضيع ما يدري وين الهدف فخلاص يرمي يروح لحاله. بي تي 90 تي 72 سلاح الجو خلينا نكسر المنطقة دي هذا كله عشان نبغى يحمل القاصفة دي. كويس ما صار شيء ضرر بس ما انفجرت. تفجر الدبابة خليني اقربهم عشان يكون الهدف ادق لحد ما ينزلون. وهذه الوحدة تنزل تسيطر على المنطقة. أنا شاك إن منطقة الراجمات حقتهم دي هنا واحدة وهنا واحدة بس ما أدري. بقصي إذا عرفت مكانه بالضبط بقصفه بالطيران. خلينا نقرب من هجمة ثانية. ها 동妖收到警戒周围空域. يلا انسحب. والله اكبر شحنة تعزيز. الوحدات الثانية للقصف هنا بقصف المنطقة دي. خلينا نشوف طيارة القصف الثانية. هنا واحدة هنا واحدة. سلاح الجو الدعم والحماية. كويس انفجرت. أم عندنا مضاد وشو ما طاحت. نعم،
수업 3부 이상 성찰하고 들어봤어? بدي اتواصل ان شاء الله تقضي على النجمة اللي هنا، كان شيء رهيب جدا. فزت. اوه اشواء ممتاز. اوكي اخيرا ما بغت. يلا انت صار مكلف والله اني يعني خسرت وحدات. 22 انفنتوري هنا 27 والله هاتهم خسروا خسائر ضخمة. طيب اظن كذا كفاية اليوم، وهذه حلقتنا لهذا اليوم، ونراكم في الحلقة الاخرى، والسلام عليكم.